لمزيد من التفاصيل حول تظاهرات ثورة تشرين وتجدد الحراك الشعبي في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، ما دوافع تجدد تظاهرات في البصرة وواسط وباقي المحافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الرافدين. مثل ما أسلفنا في لقاءاتنا السابقة أن الثورة لم تتوقف ولم تستكين لحظة واحدة، ربما تكون قد تحولت من شكل إلى آخر. بدل أن نكون عبارة عن متظاهرين أصبحنا نمثل معتصمين داخل الخيام، كل هذا نتيجة الوباء اللي اجتاح العراق في الأشهر المنصرمة، وحفاظا من المتظاهرين ووعيا منهم آثروا الجلوس في تلك الخيم لمنع انتشار هذا الوباء بين أفراد المجتمع العراقي. لكن هذا لم يثني عزيمة الثوار، بالعكس بل ازداد إصرارا على الاستمرار بثورتهم لغاية الوصول إلى مطالبنا الحقة التي خرجنا من أجلها. نعم. هذه التظاهرات زادت وتيرتها في الأيام المنصرمة ولغاية هذا اليوم بسبب الممارسات المتعمدة من هذه الحكومة التي انتخبت بإجماع الأحزاب والميليشيات وقادتها المتمثلين في مجلس ما يسمى بمجلس النواب العراقي، وإصرارها على استخدام ذات الوجوه التي مارست العنف واضطهدت وقتلت أبناء الشعب العراقي السلميين، بل زادت إصرارا على فتكها بهم بإرسالهم التهديدات المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها ما طرأ من تهديدات للمساندين للحملة التي قام بها الناشطين على منصة التواصل تويتر لمساندة السيدة الفاضلة والدة الشهيد مهند القيسي. التظاهرات كان سببها واشتدت وتيرتها للمطالبة بإزالة ومحاكمة رؤوس الفساد الذين ثبتت إدانتهم بالاعتداءات وقتل المتظاهرين العراقيين، وخاصة في جامعة البصرة في محافظة البصرة. نعم. المتمثل بالمحافظ ورئيس شرطتها. في هذا السياق دكتورة، بالحديث عن هذا المطلب، مطلب إصرار المتظاهرين في البصرة وفي باقي المحافظة على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، ما مدى أهمية هذا المطلب لدى المتظاهرين ولدى الرأي العام العراقي؟ عزيزتي، إنه ليس مطلب، هذا استحقاق. المواطن العراقي حر داخل أرضه، المواطن العراقي خرج من أجل استعادة وطنه، مطالباته حقه. هذا الوطن السبيحة من قبل الميليشيات وأحزابها التي تتمثل في الحكومة العراقية، وكذلك هذه الأحزاب كانت مساندة من قبل لجنة أو مبعوثة الأمين العام، بل وتباركها في كل لحظة. التقارير التي بعثتها مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة كلها مزورة، وكلها تكتني في الكثير من الغموض وتغطي على الجهات التي قتلت أبناء الشعب العراقي. هذه الممثلة هي امتداد لسلفها جوزيف بلاتر وغيرهم من الذين تعاقبوا على مسؤوليات التي كلفتها بهم هذه المنظمة، والتي كانت الهدف منها الإطاحة بمنظومة الدولة العراقية العظيمة وإسقاط شعب العراق العظيم. ليس هدفها كان تغيير نظام، هذا النظام كان هو الشعب هو الوحيد المسؤول عن تغيير أنظمته السياسية التي تحكمها، لا دخل للأمم المتحدة أو لغيرها. هؤلاء سواء الأمم المتحدة أو الأحزاب أو الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق كلهم متواطئون من أجل الإطاحة بهذا الشعب.
دكتورة آلاء، وفقا لبعض النواب فإن البرلمان الحالي وفي جلساته المقبلة سيناقش ملفات فساد وزارة الداخلية ومن ضمنها قضايا قتل المتظاهرين السلميين. برأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على هذا البرلمان ولجانه؟ أختي العزيزة، لا أمل لنا بهذه الفئة السياسية سواء برلمان أو رئاسة أو حكومة، كلهم شهود زور. أين كانوا أبان اندلاع الثورة والقتل العشوائي الذي أطاح بما يقارب من 1000 شهيد؟ أين كانوا؟ ألم يكونوا هم هو ذات مجلس النواب اللي موجودين؟ ألم يكونوا هم نفسهم ممثلي الشعب العراقي؟ لماذا لم ينبسوا ولا بكلمة واحدة ضد حكومة عبد المهدي؟ لماذا كانوا يغطون على أخطاء حكومة عبد المهدي؟ لماذا تم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة من نفس المنظومة الفاسدة؟ لماذا يتم تدوير الفاسدين؟ لأنهم يغطون على بعضهم البعض؟ شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، عضوة لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.